بسم الله الرحمن الرحيم. بيان صحفي بمناسبة البدء بتنفيذ مشاريع متنوعة في مدينة طول كرم، وتشمل تأهيل طرق ومشاريع صرف صحي ومياه والمتابعة مع الجهات المختصة لزيادة القدرة الكهربائية للمدينة، ومشاريع استثمارية للبلدية لرفع عجلة الاقتصاد للأمام وتسهيل حياة المواطنين الأعزاء. أنتهز هذه الفرصة لمخاطبة أهالي طول الكرم ووضعهم في صورة ما سيتم تنفيذه في القريب العاجل. أولاً، عند قيام دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله بزيارته التاريخية لبلدية طول الكرم في شهر 9/2017، تقدمنا من دولته بعدة مشاريع تطويرية للمدينة والضواحي، وقد أبدى دولته اهتماماً خاصاً بهذه المشاريع واعتمدها جميعاً، وأوعز للوزارات المختصة بإقرار هذه المشاريع. وبهذه المناسبة أتقدم باسمي وباسم أعضاء المجلس البلدي بجزيل الشكر والامتنان لدولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله على ما قدمه لمدينة طول كرم. وكذلك أتقدم بجزيل الشكر من معالي وزير الحكم المحلي الدكتور حسين الأعرج، ومعالي وزير الطاقة المهندس ظافر ملحم، ومعالي وزير الأشغال العامة الدكتور مفيد الحسيني لتعاونهم مع البلدية وإقرار هذه المشاريع. والمشاريع التي تم الموافقة عليها هي: أولاً، مشروع تأهيل الشارع الواقع شرق ذنابي حتى حي الرشيد، مشروع شبكة مياه لشرق ذنابي حتى حي الرشيد، مشروع تأهيل شارع طول كرم نابلس بدءاً من البنك العربي الجديد وحتى أول مخيم نور شمس، مشروع تأهيل شارع السكي بدءاً من تفرع شارع نابلس إسكان كتابة وحتى مجمع المحاكم، ويشمل المشروع على عمل دوار باسم الشهيد ربيح الخندرجي عند تقاطع شارع السكة مع شارع طول كرم شويكي اللي هو مفرق التربية والتعليم. خامساً، مشروع صندوق البلديات ويشمل تعبيد وتأهيل شوارع داخل مدينة طول كرم. سادساً، مشروع تأهيل طرق داخلية ممول من وزارة الحكم المحلي، ومشروع تأهيل شارع كتابة من مفرق كتابة حتى أول كتابة. سابعاً، مشروع تأهيل طرق في مناطق خارج حدود بلدية طول كرم في حي المهادوي والعزب ممول من وزارة الحكم المحلي. ثامناً، مشروع فتح طرق زراعية ممول من وزارة الزراعة وبلدية طول كرم. تاسعاً، مشروع تشطيب مدرسة علي نايفي في شويكي. أما بخصوص الكهرباء وهو موضوع هام جدا ويشكل قلق لأعضاء المجلس البلدي ولجميع أهالي مدينة طول كرم، وهو من أول أولويات المجلس البلدي، فقد خاطبنا دولة رئيس الوزراء ووزير الطاقة بهذا الخصوص، وقد وعد دولته بمتابعة والعمل لحل أزمة الكهرباء في مدينة طول كرم، وقام دولته بتزويد البلدية بمولدات كهربائية في العام الماضي ساهمت في التخفيف من أزمة الكهرباء لحين حل الأزمة نهائيا. وقد علمنا أن الأخوة في سلطة الطاقة يتابعون ليل نهار لتوفير قدرة إضافية للمدينة. كما قرر المجلس البلدي بطرح عطاء توليد طاقة كهربائية بنظام الخلايا الشمسية بقدرة 1 ميجا وبكلفة 1,000,000 شيكل تقريبا، وقد تم أخذ الموافقات اللازمة للمشروع وسيتم تنفيذه سريعا. بالنسبة للمشاريع المستقبلية، فإننا نتابع حاليا مع الوكالة الأمريكية USAID بالموافقة على مشروع صرف صحي ممول يغطي جزء كبير من شرق الجنوب ذنابي والعزب وجنوب مدينة طول كرم، وإنشاء خط كامل جديد على وادي التين ومحطة ضخ إضافية احتياط لحل مشكلة الصرف الصحي والمياه العادمة في وادي التين، بالإضافة إلى مشروع محطة التنقية الذي سيقام غرب المدينة وبكلفة 100,000,000 شيكل ممول من الحكومة الفلسطينية لاستغلال المياه العادمة وتنقيتها لأغراض الزراعة والصناعة. أما بخصوص مشروع تسوية الأراضي، أناشد المواطنين بالاهتمام بمشروع التسوية لما فيه مصلحة المواطنين، والتوجه إلى مكتب التسوية في البلدية لتقديم الأوراق الخاصة لتثبيت الحق في الملكية وعدم إضاعة الفرصة. وأخيراً، أتقدم بالشكر الجزيل لدولة رئيس الوزراء على كرمه ومساندته للبلدية، أدامه الله ذخراً للوطن ولنا جميعاً. في حوالي 4-5 مشاريع تم طرح عطاءاتها، ومبارح فتحنا عطاءات لمشاريع رئيسية اللي هي مشروع السكة، مشروع شارع كتابة، ومشروع البنك العربي تم فتح عطائهن، وفي عندنا مشروع مد شرق ذنابي بشبكة مياه برضو تم فتح عطائه.
وطبعا فتح عطاء معناته سيتم البدء مباشرة بتنفيذ هاي المشاريع، يعني خلال أسبوع 10 أيام بيكون مع المكون مهلة 10 أيام بدي باشر في تنفيذ هاي المشاريع. وقضية الكهرباء اللي بتقلق دائما المواطنين وهي أهم شيء، يعني احنا متى سيتم تنفيذه؟ احنا بخصوص الموضوع الكهرباء للحقيقة احنا في عنا أزمة، بس احنا الحمد لله يعني السنة بالذات موضوع الكهرباء مستقر، لأنه احنا قمنا بعمل إصلاحات بالشبكة وتحويلات خاصة، وقمنا يعني إجراءات إدارية برضو في طاقم الكهرباء، ووضع الكهرباء الحمد لله مستقر في المدينة. بصير خلل في بعض الأحيان مثل ما بصير في أي منطقة في العالم، بصير خلل بتم إصلاحه بسرعة. أما بخصوص زيادة القدرة الكهربائية، حقيقة أنه كان الموضوع معطل من قبل الإسرائيليين في الماضي، وفي حكي قوي من وزارة الطاقة أنه سيتم تزويد البلد في قدرة إضافية إن شاء الله قريبا جدا، يعني خلال جدا خاصة شوارع داخل المدينة، قضية الأسواق، قضية التجاوزات اللي هي التعديات، هل سيبقى حالنا هكذا أم سيتم التغيير هناك في خطة لبلدية طول كلام لإعادة تنظيم الأسواق؟ هو بديش أظن أوعد هذا الموضوع بالذات، يعني هذا موضوع شوي حساس ومقلق للمواطنين ومقلق للبلدية. إحنا يعني قاعدين على الأقل بنزيل التعديات اللي على الشوارع، وموضوع البسطات يعني بصراحة بده قرار من جهات عليا بإزالة البسطات والتعديات، لأنه موضوع يعني شوي شائك، وفي يعني احتجاج من المواطنين اللي مستغلين هاي المواقع للبيع وأرزاقهم، يعني قلت لك الموضوع حساس جدا وبده دراسة بعمق أكبر. شو رسالتكم للمواطنين في هذه الايام ايضا في رزمه هذه المشاريع؟ شو تحكون؟ طبعا احنا يعني سعداء جدا انه قدرنا بخلال عام كامل انه ننفذ او يعني نطرح عطاءات لـ7-8 مشاريع ضخمه كبيره بموازنات كبيره، وهذا الحكي بيتم لاول مره، واحنا نعد سكان مدينه طول كرم ان شاء الله بالمزيد. احنا طبعا مهتمين جدا بالاستثمار في داخل مدينه طول كرم، وفي عندنا مشاريع استثمارية للبلدية تابعة للبلدية، بدنا نقوم ببناء مخازن ومستودعات ونأجرها للمواطنين، وإحنا طبعا في عندنا مشاريع مستقبلية كثيرة جدا بدناش نصرح عنها حاليا، لأنه ممكن يعني ممكن يصير في ارتباك أو يعني إرهاصات في بعض المواضيع. أما إحنا في جعبتنا الكثير إن شاء الله، وإحنا قاعدين ننفذ ما نقول. نسميها احنا في اطار الاشاعات لكن لا دخان بدون نار، القضيه انه هل سيتم تسليم الكهرباء لشركات خاصه ام لا؟ نعم، احنا في عندنا تم تسجيل شركه كهرباء محافظه طول كرم بناء على قرار مجلس الوزراء بتحويل كل الكهرباء الضفه الغربيه لشركات طبعا تابعه للبلديات، واحنا في محافظه طول كرم حاليا بطور تسجيل شركه كهرباء محافظه الكرم تشمل جميع بلديات ومجالس بلديه محافظه الكرم، يعني طول كرم، عنبته، الشعرويه، الكفريات، راح تكون كلها في شركه واحده اللي هي شركه كهرباء طول كرم. طبعا هاي شركه مش خاصه، شركه عامه اعضائها هم المجالس البلديه والقرويه. تضمن حقوق المواطنين طبعا، كما كانت البلدية، وهذا الشرط الأساسي، هي تضمن حقوق المواطنين بهاي الشبكة والكهرباء، وفي النهاية المواطن يعني بهمه أنه يتزود بطاقة كهربائية دائمة غير متقطعة، وطبعا بسعر مقبول للجميع.